تأثير السوق الداخلية بالمواد الاستهلاكية وبالمواد الفلاحية الطازجة، وهذا يندرج في إطار القرار الذي اتخذتموه رفقة السيد وزير التجارة باستحداث هذه الآلية التي تجتمع سويا خلال كل أسبوع من أجل دراسة وضعية تموين السوق بالمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، وكذلك المواد الفلاحية الطازجة، وكذلك اللحوم بأنواعها. عموما وحسب المعطيات المتوفرة لدينا، يشهد السوق اليوم فيما يتعلق بالمواد الفلاحية الطازجة استقرار كبير، استقرار وفرة كبيرة من ناحية الكميات المعروضة للبيع وكذلك يشهد انخفاض ملحوظ ومحسوس بخص كافة المواد الفلاحية. Il est vrai que nous sommes en période de production, mais je tiens à remercier le ministère de l'Agriculture et tous les agriculteurs pour les efforts qu'ils consentent quotidiennement pour pouvoir offrir aux citoyens algériens des produits de qualité à des prix qui défient toute concurrence. J'ai sous les yeux la moyenne des prix qui ont été enregistrés aujourd'hui. C'est une moyenne nationale et je vous prie de me croire, يعني اسمحوا لي حتى اتكلم باللغه الاجنبيه، انه الاسعار رانا احنا اصبحنا متخوفين انه تنهار، وبالتالي راح نسمى بريزونس دي فينومين انفيرس، راح نهدد يعني يتم تهديد هذه الشعوب. يعني على سبيل المثال والحصر، اليوم البطاطا المعدل الوطني هو 45 دينار، في الحالات الشاده يلحق 50 دينار. الطوماطيش راهي اونتر 64 و85 دينار، يعني النوع الرفيع. البصل اللي تا اوزونفيرون دو 90 دينار. لا كورجيت تي اونتر 66 و 90 دينار. لا كاروت تي اونتر 54 و 70 دينار الى اخره. وبالتالي يعني الحمد لله، يعني بالرغم من الظروف الصعيبه اللي تمر بها البلاد، غير اننا نقدر اليوم نفتخر ان السوق الوطنيه تسخر بمواد فلاحيه طازجه ومواد استهلاكيه، يعني اللي تمكن المواطن الجزائري انه يقتني المواد تاعو بكل اريحيه. هذه من ناحيه